عاد تقال الدنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول فرح تبكي وتتشكى انيس راجع يتكى اسمى تبرتاجي هكا جاجة تغرب في النوم نوم 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 فاميليا لون العايش شاد تقال زعما شكون المسؤول برس المول المول برس المول المول ما فما حد يفهمني الناس باش تهبلني ولدي ولا كبر مني يا ولا زمان معكوس لون 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 فاميليا لون سلعة شادة تقول تنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول شنو هالزنزانة؟ يا اخي شكون يغني؟ وجع صافي ريهام ريهام قوم التسعة تو انتي مازلتش بتفي خميري اخي ضغط المريخ تمشي ماما حتى التسعة مازالولا تنفس ويا وجي وفي بالك بيا نقرا كان العشية هذيك على خاطرني نعرفك عجاجة في القمال هاكا عايش نفيق فيك تو شوف يا ربي تخلطش قوم عشمتي معشبك عليك هاي شنو صاحي البرد وانتي زيدة اسمع فتوبك حضاري قوم معاش وقت علي حقا يا مام يا اخي وين سرولي الراس فركست علي ما لقيتوش شوف في الخزينة شوف في الخزينة عايش امي كان ما جيتش انت راني مشيت الفريجيدير تعرف اسمع انا هو اصعب فراق في هالبرد شنو هو فراق الفرش الدافئ هو اصعب لقاء لقاء السبيلة باش تغسل وجهك جيم جا بارتاش ريهام قمتي توا لنوريك نجوم في القايلة والله هاني كنت نقوم توا ماما هاي هاني السنة فيك ماما والله انا ما فهمتش كتقولي لنوريك نجوم في القايلة وين الراعي في الحكاية بالعكس هذه الظاهرة فلكية تستحق الفرجة ريهام قمتي توا نشبش بعليك شعري تنوريك لكن ما تشبش بعليك شعري يا لا انا مانيش فهمتها لتوا اسمع هاي قوم ريهام معاش بكري هاي قوم عليكم هاي بس يا اسماء ما تصورش قديش فديتني القراية ساعات حصل قراية كل مرة الحبلة تقرأ 9 شهور وفي آخر شهر تبدأ عدلو جاية بالليش قريت ما قرأوا العبيد تي في بالك في الجابان اللي ما عندوش باك انتحر يو انتي في بالك اللي في الجابان ما فهم حتى حفرة كين في النجم تاع سفارة تونس عاملين حفرة احترام العدل والتقاليد ربي فك عليك تقارن بينا احنا في الجابان صاحت كما يعني صغوية كن مشي للجابان ويصبح ريق حتى نص نهار طيز ويجفنو بليدة يدي جامي شوف اختاش هات عليك تظنش عندك أروي قتلي فارش كهيل براري عندك روح شو البعيم على كستي يا سي دي مشينا حرمش يلا حالة تسلعب من غادي لغادي تكوعد ما مادر كوعد تحلينا الليل شو تعملوا له حرموش بدأ يخدم تعرف انا باش نفسع نمشي نتفرج في الطرح متاع البرسة فهمت شي يا المرسة تكور اليوم كونتر شكون واحد القرن تودي بلي شكون سماها ناس في ناس ترى ما فهم واحد متعدي في المرسة وسماها ناس في ناس يا كيف عرفت يا بنت ريتي هذايا قدامك العبد ولا اللي قدامك هذايا اقسم بيدينا اللي عامناه ونسال فيه قلت له يا اخي انت عام كامل تفرج في الريال هذيك الريال قال لي لا البرسة قلت له اسمعني كريستيانو رونالدو وينك طرش قال لي اسي ميلو افهمي انت انا مو متثقف في الكوره نعم يا جالوسين جالوسين ما عادش يكور هذاك فريق برجولي غدا صباح اشتي بك في حكايه اسمع ما عنديش فلوس يا واحد القرنوه فهمتي يا ودي انا فلوس نتاعك وانت ماشي تخدم طيشني في ذنيتك في الكيس
نطيشك بالكياس علاش؟ ما في مشوار انت صاحبي. الله يظهر الله يا ودي غدوة ما نخدمش غدوة جور في ريال فهمتي؟ ريال اتون حمتي ما تقوليش عملت اون كوبين وانا ما في باليش لا لا ما عملتش حتى فوتوكوبين فهمتي؟ دينا فوتوكوبين متاعك قصدك طفلة في حياتك لا لا انا ما عادش نخرج مع حدا طفلة نقول لك حاجة ما عادش فما بنية تهني فهمتي؟ يا ودي قالوا ما عادش فما بنية تهني انت في بالك انت فما اربع حاجات يخليوا الطفلة والطفل متهنيين شنو ما؟ الحاجة الأولى والحاجة الثانية والحاجة الثالثة تريزا بورتو والحاجة الرابعة زادة فهمتي؟ أما اسمعني الحاجة الأولى ما فهمتش بلي عاودها فهمتي؟ الحاجة الأولى تلقى طفل أخوي تحب السهريات والخارج والكباريات وجو وشرب أكثر بعد فرق خمسة ستة تراوح نورمال الحاجة الثانية تلقى طفل أخوي تصبر عليك في المشاكل بتاعك أنت تبدأ تعمل مشكلة ويصابر من بعيد تصبر فيك كيف من بعيد فهمتني؟ والحاجة الثالثة اللي تلقى طفلة تحبك بالرسمي من جوجيها من قلبها والحاجة الرابعة راي مهمة على الاخر حب مخك نعرف كراك مصدق الثلاثة بنات اللي حكيت لك عليهم ما تخلي حتى واحدة تشلق بلوخ يا ناس قرقعتها الحاجة الأولى شنية يا ناس في ناس ما فهمتيش اوه ما مستك وقديش ما صدتوا القاعدة تي وينو دانوس كلمو خلي يجي ونعملو جاو طول ما عفو مساج ولا مسوس لا لا أعطيني نكتب له أنا ميساج ما عندك تليفون يكتب له أنت أنا ما عندي صوت في التليفون عندي كان 7000 كاو فهمت شي أنيس أنيس قوم عش ودي على هكا أنيس 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 قوم نحي الكاسك مراسك شنو يا امي بجاه ربي عليه علاه تقوم فيها في الفجاري اش عملت لك انا فجاري نتاعك الحديش نتاع الصباح توا الولاد قريب يكملوا تيجي باش تفصلوا هيا قوم شنو انت تقري تيد ونخدم شوفير ولا بس امي قاعد يقد لي هكا وشنو هو الحاله هذه شنو هو هذا الكل شنو هو هذا قلوبك دوم وي حضر لي اومليت ودنوس تاع العاد يقطع سابع من البرع ويتغني هذا متعبتش أفين إسلا أفين الفلوس في القراية بالله علاش نقراو تو مش باش نخدموا من بعد اي وعلاش نخدموا مش باش نصوروا برشا فلوس اي ايبا فوالا كان جاي عندي برشا فلوس راني مرتاحه من الرحله ذي الكل ليه سي جراف كان تخمم هكا لا غلطه راك مليون في الساعه الفلوس ماهيش كل شيء صور جاي عندك برشا فلوس وديار وكراهب وانت جاهله انت ما طفل صغير يعدي عليك عندك الحق في حكاية القراية أما في الفلوس أنت اللي غالطة كيفاش؟ على خاطر الفلوس هي كل شيء واللي يقولك العكس جرب عطيه ورقة أبو 50 وعاود أسأله هذي لول بهاية توا لازم نبدأ نقرأ توا واحد يبدأ ريفيزيون على قاعدة هيا شيتك هذا نعرف أوه هذا سهل يسرع تو رجع من بعد هذايا جيب لي هذايا الاول نتاع الكلاس ما فهموش باش نفهم وين زيد هذا جاي في دوفال اللي فات دونك امبوسيبل يعاودوه تو الحمد لله كملت اسمع رجعت هنا همشي لكو جينا خلينا كم نحسب الفلوس ريري تفضل نقاش عندك 5000 5000 وانا منين جيني عندي 40000 وطرف الصرف هذا هنا سكرنا هنحط الريفز خدوا عندي دفوار ريفز بيه يجي صبعك تحت الزرسة مدام
يا معلم هو يا تفضل تفضل. You are so beautiful. Salut les SDF. Salut les SKF. You are so beautiful. اسمعني راه مسوحه بهذاك يكذب عليك قال القهوة نتاعنا. والله مسك تحط يدك تشوف ملا البنات هيا قوموا ريفز واي ما عادش بكري راه الامتحانات قربت تيما تو ريفز غدوه فرد مره لا ما فماش غدوه هاش بنتي اللي حاب يبدا من توا نصيحه من عندي والله يا ما نصيحتك هايله اما نوعدك من غدوه نبدا نطبق فيها اسمع تحب نجيب لك شليك هي ما حتى هما السقيه بردوا برشا صخيك بلدو به انا ما عادش نجمك راهو مش مش نعيط لك بوك عندي ماشي فايقولك دايخ يا ماما قداش مره نقول لك اللي جي لبابوش في مصر ما تعملش عليه هاي جيتك تنتفهم معاك جرب حط يدك على البرفان مره اخرى فهمتني كما قلت لك راهو الحساب ما يقابلش بعضه ال 12 مليون اللي تحكي عليهم كابيتال راقد شو تحبني نقول لك ال 12 مليون نجموا يداروا الدولاب بون صحيح ينجموا يداروا الدولاب وانت كيف ما تعرف اللي بابا بانكاجي ومحسوب شيف داجونس ما عندوش مشكله مع الفلوس دونك حكايه الفلوس هذه ما تقلقناش حكايه فارغه دونك نجم نكلمو اتو مومو يعاوننا باش نبنيو مستقبلنا نغزر نزمح ليه الكواتر هاكا زيدك فيان كي تزهر عايش كيخي انا عمري جبت لك سلعه مضروبه لا الحق نتاع ربي عندك كان ولدك لو اي مضروبك هاو امان يا مدام فرح يا اخي مش المالي اللي فاتت قلت لي اللي هو ياسر باهي وتشكر لي فيها لا ولا لا يهب لو اي والله هكا سيني اخذ كعبه في الفترينه اي الحمد لله اي لله هذيا البن والتي اللي وعدتك بيه يا اخي المسيو يسافر معك لتركيا ايوه بيان سور اخي مالا شكون علمني الكوميرس انا تيما وهو اما ما فلاحش كان في حاجه واحده بركه انا نمد له ورقه طويله بالقضيه وهو يمشي ويجي ما يجيب لي كان اشترها ويقول له الرجال جينيغ ما ريتش جينيغازيتي انا حتى انت يا مدام ممكن تكتب له ورقه القضيه زيدوا معها كلمه حلوه حتى تشوف تجيك قضيتك ببوسه وبكلمه حلوه زيدا من فوق ترى كيفاش بربي يقول لي كيما باغ اكزومبل تقول كيلو طماطم احمر كيما خدودك كيلو فريز حلو كيفك عطل جبن ابيض كيما قلبك ها هو انت باقي ماشيه اوه ما عليها والله تعب الفكره اي اكتب عندك كيلو بصل كيما ريحتك راس قرع كيما راسك كيلو خرشف كيفك سالو سالو مبال هذيا راهوما بنتي صغرونا قريد العش لا ما حليها اما شبيها ما تشبهش لاختها الكبيره بالك شي صغير ماما ام كريمونت باش طلعنا الكل كيش كيف عزيزتي شبيه لسانك طويل خليها يا مدام فرح ساعه ما حليها طالعه لسانها محلول كيما نديدها اي مرحبا روحك بدل حوايجك باش حطك تفطري ليه عندي برشا قرايه باش نحط الراجل إن شاء الله ربي نشحك يا بنتي ويبعد عليك المصفارة والمغيارة والقلقلة والحسودين لا عاد على حساب رزيتني في الشلة الكل من أولها حتىكش لأخرها على خاطر صاحبتي كلهم قلقلين ومصفارين وغيرورين وحسوديين زادة أو لا لا
محليها تبارك الله عليها تهبل طلعة ذامرة كيما مماتها. كان نلقى مماها محليها محليها تهبل ياسر ذامرة. أي أنا خليني يلزمني نمشي توا قبل ما نمشي خلينا نعملوا الحساب بتاعنا. احنا كي نحيو حساب ليتود يقعدوا بيناتنا 620 دينار 620 دينار عليه؟ واه نسيت يا مدام فرحة تيخي مش جاية اللي فاتت شريت لولادك لي جين ولي بول ولي غاب نسيتها ما؟ لا ما نسيتش سي بون حسابنا مليك المال هاكا 620 دينار خليني نمشي انا توا خاطر مخر عليا مدام سهام تستنى فيا في المدرسة يلزمني نوصل لها قضيتها نقول لك موح موح باي 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 اسمعني يا مدام فرح وقت اللي تخمم باش تبدل الديكور نتاع الدار قل لي اتون جيبوا لك من هونغ كونغ اوكي اوكي ياي تشاو يقول لك المعلم يتاجر في ليتود هاو التجاره بالرسمي فاميليا لول سير عايشة تقول الدنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول فرحت بيوت تشكى انيس راجع يتكى اسمت برتاجي هكا جاجة تضرب في النوم لول 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 فاميليا لول سير عايشة تقول زعما شكون المسؤول برس المول المول برس المول المول ما فما حد يفهمني الناس باش تهبلني ولدي ولا كبر مني يا ولا زمان معكوس لول 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 فاميليا لول سير عايش شاد تقول تنوس في النزول زعما شكون المسؤول برس المول المول